ازيكم يا احلى متابعين، النهارده جايبه لكم الحلقه الرابعه من قصتي انا وحكايات موني، وكمان حكايات كوميديه. حلقه امبارح الحلقه الثالثه كانت عند اختي وحبيبتي حكايات كوميديه، وحلقه بكره الحلقه الخامسه هتكون عند حبيبتي حكايه موني. يلا بينا نبدا حلقتنا. وبدا المحامي يقول لاحمد: للاسف يا استاذ احمد، عمك عبد الله كان بتاجر في الآثار، والمفروض إن والدك الله يرحمه عرف واتكلم معاه كذا مرة، بس للأسف ما كانش بيسمع منه الكلام خالص لحد. أنت بتقول إيه؟ طيب ليه مراته سابت البيت ومشيت بعد وفاته على طول؟ هي بتقول إن هي كانت خايفة لا يحصل لها حاجة من الرجالة اللي عمك عبد الله الله يرحمه كان شغال معاه، علشان كده مشيت وسابت كل حاجة. واللي اندس في الحوار ده أبوك الله يرحمه. يعني بابا مات بسبب عمي؟ وإزاي جد ما يعرفش بكل اللي بيحصل ده؟ في أي متر؟ اهدى، احنا لازم نفكر بالعقل، وبعدين انت شايف هي عاملة ازاي، وبعدين انا مضمنش هي ممكن تقول ايه لجدك. انا كل اللي خايف عليه دلوقتي هو انت يا احمد. لا يا متر ما تخافش علي، انا هعرف اكشف امرهم كويس اوي عند جدي. أحمد خرج من عند المحامي وروح على الفيلا. أما بالفيلا كان واقف شخص اسمه ممدوح، كنت أول مرة أسمع عن اسمه. كان واقف بيتكلم مع الخدام وبقول: أنا كنت عايزة أطمن بس على هاشم بيه، ممكن أعرف هو في مستشفى إيه؟ وفي الوقت ده الخدامة قالت له: هو مفيش حد موجود في الفيلا هنا يا بيه إلا الأنسة رهف، ممكن حضرتك تسألها. مين الأنسة رهف؟ معلش أصل أول مرة أسمع الاسم ده. وفي الوقت ده كنت خارجة من أوضتي، سمعت الصوت تحت، نزلت تحت وقلت: أنا رهف عبد الله الشرقاوي، مين حضرتك؟ مين؟ معقول؟ طيب إزاي؟ أقصد إزاي حضرتك؟ أنا كنت عايزة أطمن على الشرقاوي بيه. وفي الوقت ده دخل أحمد وقال: نعم حضرتك جاي تعمل ايه هنا؟ وانت كمان واقفه معاه ليه؟ ولقيت ممدوح بيرد على احمد بكل ادب وذوق وبقول: ايه طريقه الكلام دي يا احمد؟ بقى انا جاي اطمن على جدك تعمل كده برضو؟ ما ينفعش طريقه الكلام دي. ولقيته بيقول: ايه اتفضلي يا رهف اطلعي فوق، وانت شكرا جدا على سؤالك، مش عايزين سؤالك ده. انت مين علشان تقولي اعمل ايه وما اعملش ايه؟ خليك في حالك أستاذ ممدوح، أنا أسف على طريقة الكلام اللي بيتكلم بيها مع حضرتك. لو أنت حابب تطمن على جده بكرة أنا هكون في المستشفى وهقول لحضرتك على العنوان دلوقتي. أنت إيه اللي بتقوليه ده؟ قلتلك اطلعي فوق ومش عايز كلام تاني. وفي الوقت ده لقيت ممدوح بقول له بكل هدوء وأدب: يا جماعة أنا مش عايز أي مشاكل تكون بسببي، والله أنا آسف، بس زيارة المريض واجب، وأنا لازم أروح بكرة أطمن عليه. وخرج ممدوح من الفيلا وساب رهف وأحمد. بقول لك إيه بقى، أنت زيك زي هنا في الفيلا بالظبط، يا ريت تخلي طريقة الكلام معايا أحسن من كده، مفهوم ولا لأ؟ والله العظيم يا رهف لا علمك تتكلمي معايا إزاي، وبكرة تشوفي أنا هعمل معاكي إيه. وبعدها سابني وطلع. وفي الوقت ده كان جرس الفيلا لان، وكانت موني هي اللي جاي. دخلت موني وقفت معاي وأنا كنت لسه واقفة ومتضايقة، وقالت لي: إزيك يا رهف عاملة إيه؟ مالك شكلك عامل كده ليه يا بنتي؟ عايشة مع أكتر إنسان مستفز في الدنيا كلها، مش عارفة إزاي أحمد ده طايق نفسه. إزاي يعني إنسان مستفز؟ هو انت وهو لسه عاملين زي توم وجيري كده؟ حاسه انها كلها كام شهر كده، وهتقولي انا فرحي على احمد الاسبوع الجاي. حرام عليكي يا شيخ، مش لاقي الا ده. وبعدين لقيت الخدامه جاي وفي ايديها التليفون الارض بتاع البيت، ولقيتها بتقول: استاذه رهف تليفون علشان حضرتك. مشيت الخدامه بعد ما اخدت منها التليفون، ورحت قعدت انا ومن ورديت، وكان اللي بيتصل ممدوح، ولقيته بقول:
أنا ممدوح، خفت أكون اتسببت لحضرتك في أي إزعاج. والله أنا آسف بجد، مش عارف أحمد ليه ما بيحبنيش مع إني عمري ما كنت وحش معاه. واضح كده إن هو مش بيحب حد خالص. أنا بعتذر ليك على اللي حصل. لا طبعا، وهو أنت ذنبك إيه بس؟ هو ينفع أخد رقم تليفونك؟ علشان يعني مش حابب أتصل تاني واللي رد عليا يكون أحمد. أيوة طبعا، وفعلا اديته رقم التليفون ولقيته بيقول طالما انت بقى طلعتي بنت عبد الله يبقى ليكي نصيب في الشركة، ولازم تيجي تعرفي حقك ايه. انا لحد دلوقتي معرفش كان ليا حق اصلا. المفروض ان بابا مات قبل جده، فقانوني ان انا ماليش اي حاجة لان كل حاجة باسم جده. لا طبعا، املاك جدك مش باسمه، ده باسم عبد الله بيه ومنصور بيه والورثة الشرعيين انتي واحمد. لا بقى، ده انا كده لازم اعرف كل حاجة، علشان كده جدي في المستشفى، واكيد الاستاذ احمد هو اللي بيعمل فيها مسؤول عن كل حاجة. ما تخافيش انا معاكي، واكيد هعرفك كل حاجة، بس خلي كلامنا على الموبايل احسن في اي وقت. تمام يا استاذ ممدوح، مع السلامة. ورحت اودي التليفون وجي لقيت منى عمالة تضحك مع احمد بصوت عالي وبيتكلموا، ولقيتها بتقول وهي بتضحك والله دمك خفيف يا احمد، انا كنت فاهمه انك مالكش في الهزار خالص. لا والله، حلو قوي الصوت العالي ده، في ايه بقى يستدعي الضحك ده كله؟ ايه ده مالك يا رهف؟ انتي ايه يا بنتي؟ عادي يعني. خلاص يا احمد، هشوف الموضوع ده وابقى اكلمك. ماشي احمد. وانا قعدت مكاني وبصيت لمنى وقلت لها بقول لك ايه، انا مش عايزه اي كلام عن اللي اسمه احمد ده خالص، مفهوم؟ لان انا مش عارفه ده ناويلي على ايه. ولا انت خايفه يجي يقول لي انه بيحبني انا وعايز يتجوزني؟ ليه، هو انا تافهه زيك ولا ايه؟ وبعدين قولي لي صحيح، هو انت كنت جايه ليه؟ طيب حضرتك مش بتيجي الجامعه ليه؟ ده احنا كنا بنقول عليكي دحيحه الشله، ايه اللي حصل لك؟ مش عارفه اركز في اي حاجه خالص والله. وبعدين هو صحيح كان احمد عايز منك ايه؟ مفيش، المهم بقى مين يا ست المهمه اللي كانت متصله بيكي على التليفون بتاع البيت؟ هو انت تعرفي حد غيري انا ومروه؟ ده ممدوح شريك جده في الشركه، او شريكي انا يعتبر، لان اللي انا عرفته دلوقتي ان كل حاجه باسم بابا وعم، وبابا وعم ماتوا واحنا الورث انا والاستاذ احمد. وبعدين كان عايز ايه يعني؟ مش فاهم. بقول لك ايه، انا محتاجه اريح جسمي، امشي وبكره اشوفك في الجامعه وهقول لك على كل حاجه. والله طيب براحتك. اما عند منتصر كان قاعد في مكتبه وتليفونه رن، وكان اللي بيكلمه ممدوح وقال له اكيد عندك اخبار حلوه، ما دام كلمتني بالسرعه دي عمري ما ظني خاب فيك. هأوعدك أسبوع بالظبط ورهف دي هتكون تحت طوعي، عيب عليك يا مت. أهم شيء أنا عايز نصيبها في الشركة، مفهوم ولا لأ؟ تمام، بس أنا شايف بقى إن كفاية على الشرقاوي كده وموت بقى، ولا إيه رأيك؟ ممدوح بيه، أظن ده شغلنا إحنا اللي نقدر نقول ده هتكون نهايته إمتى، وأظن إن إحنا عايزينه، فهنصبر عليه شوية. كفاية قوي الورق اللي خلصتها ليك علشان تفضل في الشركة لحد دلوقتي، انت اصلا ملكش اي حق فيها. طيب بلاش طريقة الكلام دي، زي ما بقدم ليكم مصالح انتوا كمان بتقدموا لي مصالح. انا لازم اقفل علشان معايا تليفون مهم. وبعدين قفل منتصر وكلم راجل الاعمال اللي هو معاه في كل حاجة، وراجل الأعمال قال له ها عملت ايه؟ انا عايز اخلص من الحوار ده بقى. ايه يا منتصر، عايز اخلص منه وفي اقرب وقت. اوعدك يا باشا فترة قليلة جدا، ومش هيكون في حد في عيلة الشرقاوي خالص. وانا برضو مش عايزك تآمن للي اسمه ممدوح ده، انسان طماع. عيب يا باشا تقول كده الكلام ده ليه؟ ده انا عمري ما عملت حاجة غير لما اكون متأكد ان هي مش هتضرنا. وتاني يوم في الشركة
أحمد إيده وحاول يدخل المكتب، السكرتيرة حاولت تمنعه بس ما عرفتش ودخل. وأول ما دخل شافني قاعدة على المكتب وقدامي ممدوح بعلمني حاجات في الشغل. ساعتها اتنرفز وقال: إيه ده؟ أنت بتعملي إيه هنا في مكتبي؟ وأنت كمان إيه اللي دخلك هنا؟ هأسف والله يا أحمد، بس أحب أقولك إن رهف لها أكبر نصيب هنا في الشركة، ومن حقها هي اللي تكون قاعدة على المكتب ده. رهف، أنا بقولك أنت بتعملي إيه هنا؟ أنا عمري ما أسمح لحد إن يهد الشركة اللي جد تعب فيها وكبرها. أنسة رهف ذكية جدا، وأنا واثق إن هي هتقدر تفهم الشغل هنا في الشركة وفي فترة قليلة جدا، وبعدين أنا معاها أكيد هعرفها كل حاجة. قصدك هتوقع الشركة بسرعة، وده اللي انت عايزه يا ممدوح، وانا عمري ما هساعد في كده لو حصلت. ان اخلص منك يا رهف، واخلص منك انت كمان يا ممدوح. بلاش تقول كلام هتندم عليه يا احمد، مفهوم؟ لا، انا وجودي هنا في الشركة مهم جدا وهيكون بشكل دائم، انا اللي هتابع شغل الشركة دي. واللي زي حضرتك بقى يفهم في شغل الشركات ازاي؟ كنت شغالة في شركة في الحارة اللي انت كنت ساكنة فيها وانا معرفش مثلا؟ لا يا استاذ، دي مؤهلات عالية مش زي جنابة لحد دلوقتي مش عارف تخلص. يا جماعة وطوا صوتكم، مش عايزين نفرج الناس علينا، احنا برضو في شركة محترمة. انا مضطرة اسيبكم لوحدكم علشان تخلصوا النقاش العائلي ده. رهف، انا في المكتب اللي جنبك، لو عوزت اي حاجة رني عليا وانا هجيلك على طول. على فكرة الدريس اللي انت لابساه ده شكله تحفة قوي وطالعة زي القمر. وسابهم ممدوح وخرج، وأحمد قال لرهف: انت أكيد غبية بجد، انت مش عارفة انت بتعملي ايه. يا رهف بطلي اللي انت بتعمليه ده أحسن. انت خايف لما ممدوح يعرفني أي حاجة علشان أفضل مصدقة كلامك انت وبس واللي تقولي عليه، صح؟ زي ما كنت مفهمني ان نصيبي زي نصيبك بالظبط في الشركة، وفي الآخر اكتشف ان انا اللي نصيبي اكبر في الشركة من نصيبك، صح؟ يا رهف انا مش عايزة اتكلم في حاجة الا في وجود جدي، يا ريت ما تعمليش اي حاجة غير لما جدي يكون كويس. ماشي، بس وجودي في الشركة ده هيكون في المكتب ده، مكتب رئيس مجلس الادارة. ماشي يا رهف، لو ده اللي هيخليكي ما تعمليش اي مصيبة في الشركة انا موافق. وبعدها خرج من الشركة، وقبل ما يتحرك او يركب عربيته اتصل على منتصر، وساعتها قال له: خير يا استاذ احمد؟ في اي نصيبة تانية؟ الاستاذة رهف عملتها؟ انا بقى كل يوم مش ورايا غير حضرتك والاستاذة رهف. انا عايز اخلص منها، ازاي بقى؟ معرفش، انا كل عندي الا الشركة، انت عارف هي مهمة بالنسبة لي ازاي. اهدى بس يا استاذ احمد، وكل حاجة والله هيكون ليها حل، بس بعدين هي موجودة عندك في الشركة ولا ايه؟ أيوة، وعايزة تاخد مكاني كمان وتكون هي رئيسة مجلس الإدارة. إزاي مش عارف؟ أنا هتجنن بجد. أنا هشوف لك حل بإذن الله، مش عايزة تكون قلقان. وقبل ما يقفل السكة كان بقول في سره من غير ما أحمد يسمعه: أيوة كده يا أحمد، أنت لازم تخلص منها علشان نقدر نشوف شغلنا بقى. وفي المستشفى كنت قاعدة مع جده ولقيته بقول لي: يا رهف انا مش عايزك تاخدي احمد عدوي ليك، احمد ابن عمي واكتر واحد هيحافظ عليك. والله العظيم يا جدو، انت مش بشوفه هو بيعاملني ازاي؟ ده بيتعامل معايا معاملة وحشة خالص، انا بس بحاول افهم منه اي حاجة وهو مش بيرضى يفهمني خالص. اي حاجة عايزة تفهميها هتفهميها مني انا يا رهف، بلاش احمد وبلاش تعملي معاه مشاكل لو سمحتي. اللي شوفه يا جدي، انا تحت امرك والله هعمل اللي انت عايزه، المهم صحتك انت تكون احسن. ايه رايك نرجع الفيلا بقى؟ لا مش دلوقتي، انا لسه حاسس نفسي تعبان شويه. المهم طول ما انت بره الفيلا الحراسه تكون معاكي، ما تمشيش من غيرهم ولا خطوه لاني بخاف عليكي جدا يا حبيبتي. لا يا جدو، انا طول عمري بروح اي مكان لوحدي. والله يا جدو انا حبيتك جدا، مش عارفة ماما كانت ليه منعاني عنك. هنفهم كل حاجة، بس كل حاجة في وقتها. المهم يلا روحي دلوقتي، وأول ما توصلي طمنيني عليكي.
وقدام المستشفى كان واقف الحارس مع أحمد وهو بقول له بخوف وترجي: لا 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 يا أستاذ أحمد، أنا ما ينفعش أعمل كده، الشرقاوي بلا وعرف أكيد هيموتني. أكيد أنا مش هضحي بيك، أنا عامل حساب لكل حاجة، أنت بس أعمل اللي قلتلك عليه وأنا هديك مبلغ محترم وملكش دعوة بجدي. ربنا يسترها. وبعدها ركبت رهف العربية مع البودي جارد، وكان أحمد طالع لجده، وبعدين اتصل عليه البودي جارد وقال كل اللي طلبته حصل يا أحمد بيه. ولحد هنا يا أحلى متابعين في الدنيا دي كلها تكون انتهت حلقتنا. تفتكروا معي أحمد نوى على إيه الرهف؟ يا ترى كان بيتفق مع الحارس على إيه؟ ويا ترى فعلا عاوز يتخلص من الرهف وصدق الكذبة اللي المحامي قالها له ولا لأ؟ طب تفتكروا معي ممدوح فعلا هيعرف يضحك على رهف ولا برضه لأ؟ كل ده وأكتر استنوه الحلقة الجاي عند أختي وحبيبتي. وما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناة، ومستنية رأيكم في التعليقات، وما تنسوش تفعيل الجرس علشان توصلكم كل حاجة بنزلها أول بأول.